بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستمطر شآبيب الرحمة على من قضوا في هذا التفجير الإرهابي الغادر. وحقيقة اليوم سيدة ميس تعيني أقول بأن المؤتمر الصحفي اليوم للسيد وزير الداخلية أماط اللثام عن ملفات واضحة وصريحة، وأراد أن يكون شفافا واضحا بشكل لا لبس فيه للشارع الليبي، ثم أيضا في مواجهة حتى أمام العالم الذي الآن ينتظر تصريح تجاه حادثة كبيرة مثل هذه. تحدث بشكل واضح لا لبس فيه على أن هناك إشكاليات كبرى تواجه وزارة الداخلية، منها أن المجموعات المسلحة تعيق سيطرتها على الأماكن والمرافق الحساسة والأماكن التي يجب أن تسيطر عليها وزارة الداخلية بشكل تقني وبشكل حقيقي وتضع فيها عناصر مدربة وتتعامل مع أخطار كهذه. تحدث عن أيضا بشكل واضح وصريح ودون مواربة على أن الإشكالية الكبرى لوزارة الداخلية في تعثر الترتيبات الأمنية وعدم تنفيذها أيضا، وأن هناك إجراءات كبرى تواجهها وزارة الداخلية فيما يتعلق حتى في أن السيد بشاغة ذكر صراحة، قال أننا دخلنا على وزارة الداخلية قاعا صفصفة لا يوجد لديها أي عتاد ولا سلاح ولا مركبات ولا آليات، يعني بداية من الصفر. يعني ماذا نفعل خلال الثمانية أعوام الماضية إذا كانت وزارة الداخلية التي يجب أن تمتلك القوة وتحتكر القوة ليس لديها أي شيء تستطيع أن تقوم به أو تقوم به حتى تقوم بأعبائها؟ إذن نحن أمام مكاشفة حقيقية وواضحة من السيد وزير الداخلية يقول فيها أنه حتى طلب ميزانية استثنائية فوجه الآن بالعراقيل الكثيرة الموجودة الآن أمامه. إذن يجب علينا أن نقولها واضحة وصريحة، وزارة الداخلية الآن مكبلة إلى حد ما. صحيح أنه أشار إلى جانب تفاؤلي بأن هناك إدارات استحدثت وأن هناك اجتماع أمني مكثف سيتم، لكن الحقيقة ما لم تصطف كل من المنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية طرابلس والمنطقة العسكرية الغربية إلى جانب وزارة الداخلية ولجنة الترتيبات الأمنية، وما لم يشكلوا الحقيقة يعني مركز غرفة وتحكم مشترك يستطيع من خلاله ويفرض وجودهم الواقعي على الأرض بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، لن نكون أمام وجود أمني حقيقي وترتيبات أمنية حقيقية. وأن وجود المجموعات المسلحة ومنح هذه الاستمرار عملية الترتيبات الأمنية سيقودنا ربما إلى حروب أخرى ومواجهات أخرى تعود بنا إلى ما قبل الاتفاق على إطلاق النار الذي حصل في المدة السابقة برعاية الأمم المتحدة. إذن نحن على المحك، نحن أمام وضع خطير جدا. الحقيقة هذا الهجوم ليس هو الدلالة، ليست في هذا في قراءة هذا الهجوم فقط، يجب علينا أن نتوقف. الهجومات كثيرة حصلت في السابق، هل أفضت التحقيقات على حتى شيء ملموس يمكن أن نعود إليه؟ يعني الحقيقة ما لم نمتلك جهاز مخابرات قوي يعطي المعلومة، وما لم نمتلك أجهزة أمنية قوية مدربة حقيقية يناط بها مهمة حماية العاصمة بشكل مدرب وبشكل تقني، لن نستطيع أن ننفد من هجومات أخرى مقبلة، لأن هذه الهبة التي حصلت اليوم هي هبة بعد مع حصول الكارثة. لكن هل ننتظر دائما أن تحصل الكارثة ثم نعود لنفس الموال ونفس الحكاية؟ هنا تكمن المعادلة سيدة. طيب.